النهارده احد اعضاء النادي وهو محب جدا للاهلي ومتابع الفرقه بشكل كويس بيقول لي واحد من المشجعين التوانسه الاشقاء لازال موجود وطيارته لسه الليله دي الساعه 8 وزعلان جدا من اللي بيتابعوا هنا على علاقه الاهلي بالترجي ومتضايق جدا من اللي بيتقال ان الاهلي اساء معامله الترجي ومتضايق جدا انه يتبعت نغمات تحريض من مصر للترجي فيما يخص مباراه العوده. وقال للراجل الراجل المشجع التونسي الجميل ده محتاج يقول رايه بس طيارته الساعه 8 الليله دي يعني زمانه في الجو وحريص انه يقول لجمهور الاهلي والجمهور المصري والجمهور تونس في تونس حقيقه اللي حصل. فما كان الا ان احنا استضفناه في النادي الاهلي سجل وجهه نظره صوت وصوره في هذا التقرير نشوفه. مبروك ليكم مبروك ليكم لسه للشوط الثاني بالطبيعة 2-0 2-0 نتيجة قادرين عليها. جماهير الاهلي في كل مكان في كل مكان بس لما نحن ناخذ صور يهبطوا هما ياخذوا صور معنا وما فهمناش مضايقات نقولوا كلمه حق نحن باش نقولوا كلمه حق ما كانت فما حتى مضايقات من جماهير الاهلي ما كانت حتى مضايقات سريعه ما بين الشوط والشوط سريعه خاطر كانت تصير مناوشات كبير. ترجي اتعملت تحدى حدف عليهم حاجه من المدرجات عملوا وحش كلام وكهو عادي عادي فما شيء لا ما فهمش ما نتصورش حتى الهيئه الترجي تقلقت من الحكايه ولا اشتكيت من الحكايه ذي ما اشتكى حد من الحكايه ذي. انا اليوم مانيش مبرر في الترجي انا قلت عمري لا تصورت فما حافيه وتستقبل هكا في مصر الكل من الاسكندريه للهرام البارح في القاهرة للتاكسي في التاكسي حتى في مشيت بحذا صاحبي في مكان العمل نتاعو استقبال ما فماش حتى تاكسي معناها اي عبد يستقبلنا بالكدا ما نقلقش انا كي نخرج بتيشيرت حتى في نادي الاهلي حتى في النادي معناها ما نتقلقش ما فما حتى معاكسات ما فما حتى عبارة في تونس عبارة في تونس هذا الكل واضح. انا عندي اصحابي هوني اهلاوية نقول لهم ما تزعلوش كان صارت حاجه خاطر استقبلوني بالباهي هوني استقبلونا الكل نحن فوج كبير معناه في الاوتيل استقبلونا بالباهي وديما بنهزر وديما بنضحك وحتى نغلبوك حتى في خان الخليلي مناوشات صغيره ما بضحك الكل معناه قعدنا ما يجيش الرد الاستقبال هذا باستقبال خايب معناه كجماهير كفريق اهلي ما امور ما نتصورش الترجي الرياضي بعرقته باسمه كل باش يستقبل الاهلي مستحيل مستحيل وخاصه مع عندنا رئيسنا والناس الكل تعرفوا رئيس حمدي المد ما نتصورش يكون استقبال سيء للاهلي وما نتصورش فما تعطيلات وبالعكس وكما صار في 2010 بعد ما صارت المشاكل كان استقبال رئاسي معناه انتم وقتها كنتوا في ضيافه بن علي شخصيا معناه ديما كل ما فما مشاكل الدوله تدخل وان شاء الله ما فما كان الخير. تبقى مشاكل ما بين الجماهير لازمنا نقعدوا ديما نحن ما بيناتنا نحن علاقه كبيره ما بين الجماهير الترجي والاهلي هي كما نقولوا نحن كما تقولوا انتم تبوظت شويه في الفيسبوك ريتها ما عادش فما علاقه توا نهارين وثلاثه ايام هذوما ما عادش فما حتى نشكرهم على بالحق على الاستقبال وعلى الروح نتاعهم مش جماهير الاهلي راهو ما نحبش نتواجه للاهلي برك خاطرني انا بحذاكم جماهير مصر الكل علاش خلينا نعموها خير جماهير مصر الكل خاطر انا قابلت حتى اللي ربحونا في وماش ربحونا تما تاهلوا علينا جماهير الكل حتى عباد ما تفهمش كوره ترقي ما يعرفش المهم يتصور معانا نحن حسينا روحنا نجوم معناها في نجوم في القاهره في الاسكندريه في اي مكان مشينا عبيد بتعبنا ما يجيش معناها تفسد العلاقه هذيا ما لازمهاش تفسد بالحق ما لازمهاش تفسد نحن بنحب الاهلي ويعرفوا اصحابي او يسمعوا فيا ويعرفوا لي نحن من قبل نحب الاهلي وانا طلبت حتى
وان شاء الله باش تجيني غدوه وقت ما نعرفش بكره وبعد بكره، أنا يوم الخميس باش تجيني حتى التيشيرت نتاع الاهلي. انا شرفونا في تونس ومرحبا بكم وتقعد ديما تونس امن وامانه، ما تخافوش الجمهور الاهلي الكل ما تخافوش يجيو وربي قدر الخير وكل شيء بيضرب. نحاولوا يبعدوا من المناوشات، راهي توا في حاله احتقان، حاله احتقان ما تنجمش كي تبدا حاله احتقان ما بين زوز اخوه في نفس العائله، ما تنجمش تريضها الا ما تعدي. هو كان جاي بعد شهر ولا شهرين اللقاء العوده يمكن خير، اما من بعد جمعه ما زلت حاله احتقان وربي قدر الخير. طيب الراجل رايه في كل الوضوح، مانيش متصور ابدا ومانيش متوقع ابدا ان الاهلي يلقى في تونس غير المعامله الكريمه الطيبه اللي لقيتها بعثه الترجي هنا، وانه بالعكس في كل مكان قال لك نزلت في الاوتيل، نزلت اتحركت في الملعب، جيت النادي الاهلي، مشيت في الشارع، كل المعامله الكريمه. حتى استاذ ابراهيم ما يلفتش نظرك لقطات الجمهور، في بشاشه، في بهجه، يعني ما فيش بقى العنف، ما فيش ما فيش توتر يعني. ومهم جدا ان الكلام ده اتقال بعد الماتش، ايوه، يطابق ويصادق على اللي اتقال قبل الماتش. فانا متاكد ان الاهلي هيلقى معامله طيبه في تونس، ده اخر الانطباع يعني، ده كلام الراجل المشجع التونسي النهارده الساعه 3 النهارده. فبصوا حتى كلامه ما تاثرش بكل الغضب، بالعكس هو اللي طلب اجراء هذه المقابله علشان يقول وجهه نظره قبل ما يركب الطياره، لانه تابع الاعلام المصري وبقى مستاء جدا ومستغرب لكل التحريض اللي حاصل ضد علاقه الاهلي بالترجي، او يتقال انه الاهلي اساء معامله الجماهير التونسيه في القاهره او في برج العرب.